صباح الخير، مع حضراتكم رندا سيف، مؤسس ركن الطبيعة. النهاردة احنا هنتكلم على فايدة جديدة، وهي فوايد قهوة نواة التمر. طبعا احنا مع ظل غلاء الأسعار، احنا كمان ابتدينا نقلل شوية من شرب القهوة، لكن احنا بنحب القهوة، فاحنا عندنا البديل ليها وهو قهوة نواة التمر. هي مش بس كبديل للقهوة، لا كمان هي فيها نسبة كالسيوم عالية جدا، مقاومة للفيروسات، فهي مفيدة جدا، لها حالات نزلات البرد لو اتشربت بعسل نحل. فأنا أنصحكم إن أنتوا تجربوا قهوة نواة التمر. ده بتصنع مصنوعة ازاي؟ مصنوع ايه؟ مصنوعة ازاي؟ من نواة التمر بس. يعني اشرحي لنا طريقتها كده. طبعا الصابونة، اسف، لا مش مشكلة، هنشيلها في المونتاج. طيب. طبعا قهوة نواة التمر خالية من أي إضافات صناعية، هي من نواة التمر فقط، نواة تمر مغسولة ومجففة ومتحمصة على درجة حرارة منخفضة، وبتدينا مذاق حلو جدا الحقيقة. يعني أنصحكم إن أنتوا تجربوا.